بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة هناك اتجاهات ثلاثة بالنسبه الى الايمان بالغيب اتجاه مفرط واتجاه مفرط واتجاه هو الاتجاه الوسطي الصحيح اما الاتجاه المفرط فهو الذي ينسب الامور لغير عالم غيبه مطلقه ينفي كل ما في عالم الغيب يقول كل ما لنا انما هو عالم الشهود ولا نرضى بقوه خارج عن اطار هذا العالم الظاهر البين الذي نراه ولذلك ينفي المغيبات كلها ولذلك حتى ينفي الجن والشيطان كل ما هو يغير ظاهر فهو منفي الاتجاه الثاني اتجاه مفرط وهو الذي يتمسك بعالم الغيب ويجعل التأثير كل التأثير لعالم الغيب وإنما هنا هذا عالم الشهود عالم مسير من قبل عالم الغيب فقط ليس بيدنا أمر كل الأمور تدار من عالم الغيب. هذا الاتجاه ايضا غير تام مع ان العقيده بعالم الغيب عقيده ضروريه ولكن ان نقول بان كل الامور مرتبطه من خير وشر بعالم الغيب فقط وليس لنا دخل في ذلك الامر، هذا غير تام. لذلك ورد عن الامام الرضا سلام الله عليه روايه لطيفه الإمام يقول: من سأل التوفيق، واحد يشتغل، يسأل التوفيق من الله، يسأل المال، يسأل العلم، يسأل حوائجه أن يوفق في أموره وفي قضاياه، من سأل التوفيق ولم يجتهد ما تعب يسأل العين بس ما يسهر الليالي، ما يطالع، يريد المال بس ما يروح يشتغل، ما يتعب، ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه، هذا مستهزئ، هذا يضحك على نفسه، التوفيق قرين للمجتهد، الله ما يوفق الشخص بلا تعب وكدح وزحمة واجتهاد. فانما يجب ان يقترن التوفيق المعنوي بالتعب الظاهري وبالاجتهاد. من سال التوفيق ولم يجتهد فقد استهزا بنفسه، توفيق من عالم الغيب، واجتهاد في عالم الشهود، هذا هو الموفق. اما الاتجاه الثالث، اتجاه يجمع بين الامرين. لذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما هي صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب؟ احنا نعتقد بان الغيب له تاثير على عالم الشهود، فالايمان بالغيب هو ركن مهم ويقيمون الصلاه، ومما رزقناهم ينفقون الى اخر الايات المباركه. فالايمان بالغيب مؤثر. من الامور الغيبيه الشيطان. الشيطان له اثر كبير في عالم الشهود. الشيطان مأخوذ من الشطنه او الشيطنه، شنو معنى الشيطنه؟ الشيطنه بمعنى ابتعد، شطنه يعني ابتعد وظل فلذلك المبتعد الضال هذا قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن، لذلك ورد في الآية المباركة: "وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الجن والإنس". هذا الذي يغوي الإنسان، قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن. من يغوي الإنسان؟ فالشيطان هو جنس. جنس لكل ما يغوي الإنسان، يوسوس الإنسان، سواء كان من البشر أم من الجن. ولكن إبليس اسمه على من؟ لهذا الشيطان الخاص لهذا الجن الخاص هل هناك فرق بين الجن والشيطان؟ بحث سمفصل لهذا الموجود الخاص فالذي يغوي الإنسان طبعا كان عابدا كما هو معروف وبعد ذلك تغير بعد أن لاحظوا سخلي نقرأ عبارة العلامة المجلسي رحمه الله يقول في البحار لأن البعض ينفون ما عندنا شيطان بمعنى إبليس أصلا ما عندنا جن هذه أمور كنايات عن قضايا أخرى كنائية هي قضايا كنائية مو حقيقية لا من العالم الآخر هو عالم الجن والشياطين عشرات الآيات ومئات الروايات التي تصرح بوجود الشيطان وإبليس وتصرح بوجود الجان نعم بين هلالين سأل الآن صاير الدكان لبعض الفضائيات أنه يجون يقولون أنت مصاب بالجن وإلك تابعة وإلك كذا كذا هذا يمكن 99% فاصل 99% هذا كذب يمكن واحد عنده مرض نفسي يتصور أنه هناك تابعة تتبعه وتؤثر فيه والبعض هم فاتحي دكان ياخذون فلوس الناس عبر هذه عموما اللي يقول انا مصاب بالجن دخل في الجن عموما هؤلاء عندهم ضعف في الاعصاب فاذا يراجعون لاطباء الاعشاب يقوون اعصابهم ينتهي هذا الشيطان هذا شيطان اعصابهم مفد ابليس او شيطان او جان حل فيهم نعم قد يحل الجان ولكن يمكن واحد بالألف أو أقل واحد بالعشر آلاف من هذول الظواهر التي يراها الإنسان حل فيها الجن إن أمكن حيلولة الجن في شخصا فطبعا إذا في الروايات أقول الجن الجن يعني مستور الجنين يعني المستور المجنون يعني ستر عقله فالجن بمعنى انه هذا اصيب في عقله بما لا يرى مثلا لا يفكر بصحه يعني يمكن الروايات واحد ايضا يفسر بهذا المعنى ولكن بان في اصل الجن وهذا خلاف المتواتر القطعي مئات الروايات حول الجن والشياطين وتاثيراتهم على الانبياء وتاثيراتهم على اقوام الانبياء وما فعلوا واحد لو يراجع البحار يشوف اذا أكو اكثر من هذا متواتر زين تواتر بالمئات وعشرات الايات المباركات وسوره بس سوره الجن اذا مو احنا ننفي هذه الظاهره ولا نثبت ان هذه الظاهره هي التي تدير الكون كله اصلا كلا وانما هناك الحلل الوسطى لاحظوا العلامه المجلسي في البحار يقول لا خلاف بين الاماميه بل بين المسلمين في ان الجنه والشياطين اجسام لطيفه جسم لطيف مو جسم مثل اجسامنا غليظه خشنه اجسام لطيفه يرون في بعض الاحيان ولا يرون في بعضها ولهم حركات سريعه وقدره على اعمال قويه اكو موجودين هذول الجن والشياطين ويجرون في اجساد بني ادم مجرى الدم. شنو المقصود بمجرى الدم؟ يجرون مجرى الدم. يعني قريبين يوسوسون لصيقين بالانسان ما يتركون بعض الاحيان يستحوذون على الانسان فالفرد يصبح مركوبا لهم. استحوذ في الايه المباركه الشيطان يستحوذ على الإنسان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ويجرون في أجساد بني آدم مجرى الدم وقد يشكلهم الله هسه هنا رأيان يتشكلون بأشكال الحيوانات باختيارهم أم الله عز وجل يجعلهم هكذا المصنف يختار أنه باختيارهم يغيرون أشكالهم فيذكر الشكلين يعني وقد يشكلهم الله تعالى باشكال مختلفه وصور متنوعه كما ذهب اليه السيد المرتضى. هذا راي السيد المرتضى انه اذا فد جان رايناه فد شيطان رايناه بشكل ذئب مثلا هذا الله هكذا جعله لحكمه. او الراي الثاني اللي هو يختار العلامه المجلسي او جعل الله لهم القدره على ذلك على التشكل باشكال الحيوانات. كما هو الأظهر من الأخبار والآثار لهم ذلك الأمر وتلك القوة والقدرة الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قسمت بعزة الله عز وجل لذلك كل تاريخنا تاريخ البشرية الشيطان شريك فيه وشاركهم في الأموال والأولاد فهو شريك من النبي ادم على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام وانت تعال ويا كل نبي عد قضيه ابليس مع كل نبي الشياطين مع كل الانبياء لهم قضايا اثروا على النبي ايوب وايوب اذ نادى الايه المباركه مضمونها اني مسني الظور سلطه الله على بدنه طبعا لا يسلط على قلب الانسان ابدا لا يسلط على ايمان الانسان وانما هو يسلط على بدن الانسان يمكن ان يمرض الانسان في النبي ايوب على نبينا واله وعليه افضل الصلاه وازكى السلام هو جاي في كل القضايا حتى النبي ابراهيم عليه السلام اللي هو اعظم الانبياء بعد النبي صلى الله عليه واله اعظم الانبياء عند الله عز وجل النبي ابراهيم النبي ابراهيم عندما اراد ذبح ابنه اسماعيل اتى ابليس وقال كيف تقتل طبعا ابليس يدخل لكل من باب قال كيف تقتل هذا ابنك وهو لم يعص الله طرفه عين النبي ابراهيم قال الله امرني قال كيف الله يؤمر ان تقتل ابنك هذا مو الله امرك هذا الشيطان كان يامرك هو تلبس بلباس انسان هكذا فكيف تقتل الله لا يامر كذا قال بل الله امرني قال كيف يامرك الله بذلك قال من اوصلني الى هذا المكان النبوه هو الذي امرني بهذا فايس من النبي ابراهيم راح الى زوجته فقال رايت شيخا في الصحراء ومعه ابن قال ذاك زوجي وذاك ابني ويريد يذبحه فقلت له ليش تذبح هذا قال أمرني الله فهذه الزوجة الصالحة المؤمنة قالت هو يفعل أمر الله عز وجل تأثر يعني هي تنقلب على زوجها فهو شوف في كل القضايا طبعا كان إبليس كما في رواية مع كل الأنبياء يأتي إليهم ولكنه كان مأنوسا بيحيى بن زكريا دائما كانما كان في مجلس لطيف مجلس النبي يحيى ابليس كان يحضر وله كلام ومناظره وبحث مفصل مع النبي يحيى فالنبي حقوق كان باب بيته مفتوح من اراد ان يحضر فليحضر ان شيطان وابليس كانت لهم خطه ايضا مع الرسول المصطفى صلى الله عليه واله يعني شوفوا كل هذه القضايا أول من صافح في الخليفة في السقيفة من هو رجل كبير في العوض لم يعرف الأمير أمير المؤمنين سلام الله عليه قال ذاك إبليس في ليلة العقبة إبليس الذي أثر أدخل الاثنين في الإسلام في بدايات العهد هو إبليس يعني كل خطط أراد قتل النبي صلى الله عليه وآله قتله في الصغر فلم يتمكن بعد ذلك اراد اسقاط اعتبار الرسول صلى الله عليه واله، الان تشوفوا في كتب المخالفين الروايات التي تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه واله، هم لا يرضون ان ينسب عبس وتولى الى الثالث فينسبونه الى رسول الله. يعني قتل اعتباري لرسول الله، بعد ذلك ابناء الرسول صلى الله عليه واله الائمه الطاهرين كيف قتلهم واغرى الخلفاء في قتلهم. وكيف بعد ذلك اتهمهم باتهامات مختلفه؟ وكيف بعد ذلك اتهم ابنائهم باتهامات مختلفه؟ السيد الوالد رحمه الله كان يقول ما لازم واحد يتهم ابناء المعصومين عليهم افضل الصلاه والسلام الابناء المباشرين. ليش؟ لان الحكومه كانت جائره. والحكومه الحكومات الجائره الان عندما مثلا صدام لعنه الله كان يريد قتل مرجع ما كان يتمكن يقتل ابنه. ما كان يتمكن كان يسوي له دعايات سلبية على حواش المرجع مثلا أو على ابن المرجع فالحكومات السابقة كانت تريد أن تسقط المعصومين على الاعتبار ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تتهمهم باتهامات هاي الاتهامات ما مشت في الشيعة فاتهمت أبنائهم باتهامات مختلفة فإحنا ما نقدر نعتمد على بعض الروايات لأن نقول فلان ابن الإمام هذا كان خارج عن إطار جده او عن إطار ابيه لا 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 هذه مو معلوم يمكن في يوم القيامه هو هذا ابن الامام الذي اتهمناه بكذا وكذا يحاسبنا يوم القيامه انه انا الحكومه كانت ضدي فكيف انت قبلت هذه الدعايه المضلله بنشوف الان الدعايه المضلله موجوده تلك الفتره كانت والناس كانوا يخافون بطش السلطان وكانت الضمائر تشترى بارخص الاثمان اذا هذا التاريخ ولا زال الشيطان موجود ابليس موجود ويعمل طبعا هناك بحث مفصل في اصل هذه الظاهره لاحظوا في صاحب المقاصد يقول والجن اجسام لطيفه هوائيه متشكله باشكال مختلفه ويظهر منها افعال عجيبه منهم المؤمن ومنهم الكافر والمطيع والعاصي والشياطين اجسام ناريه يفرق بس هذا التفرقه شنو منشاه؟ اجسام ناريه شانها القاء النفس في الفساد امير المؤمنين سلام الله عليه صرع ابليس راى شيخا كبيرا فصرعه مرتين ثلاث مرات في قضيه مفصله عند المسجد الحرام شيخ خرج من المسجد الرسول قال هذا ابليس امير المؤمنين ذهب وصرعه وجلس على يعني هناك قضايا روايات اقول بالمئات ما يقدر واحد ينفي يقول هذه الروايات كلها روايات غير معتبره اولا يعضدها القران الكريم وثانيا هذه روايات كثير منها معتبره ويكفي في اعتبارها تواترها مئات الروايات قاطعا لم تجتمع هذه الروايات على كذبين طبعا ما اسقط ابليس لعنه الله هو التكبر والغرور لانه قال خلقتني من نار وخلقته من طين، اللي في روايات ايضا متعدده انه لو راى ابليس نور ادم لرجح نور ادم على نور النار، هذه روايه، روايه اخرى لطيفه الامام الصادق سلام الله عليه يقول كذب ابليس لعنه الله ما خلقه الله الا من طين ابليس يقول خلقتني من نار وهذا دعوه ابليس وخلقته من طين لا ابليس خلقه الله من طين كيف كذب ابليس لعنه الله ما خلقه الله الا من طين قال الله عز وجل الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون خلقه الله من تلك النار والنار من تلك الشجرة والشجرة أصلها من طين إذا مو في النار خاصة كانت خلقت خلق إبليس من تلك الناس لا إبليس خلق بثلاث وسائط من طين فمن لا وسيطة له بينه وبين الطين هو آدم وهذا المفروض أن يكون مقربا أكثر أو في رواية أنه الإمام الصادق نهى أبا حنيفة عن القياس قال أول من قاس إبليس بعد ذلك ولو قاس نورية آدم بنورية النار لكان عرف فضل ما بين النورين، نور آدم نور جعله الله في آدم ونور إبليس نور النار هو خلق من هذا هذا تكوين يختلف عن ذلك بس في روايات يعني لطيفه كثيره بانه كيف ابليس بعد ما يسعنا الوقت كيف ابليس يغوي الانسان يغوي كل فرد حسب طريقته عابد من عباده بني اسرائيل كان يصلي فابليس جمع مردته وشياطينه قال لهم انه من يغوي هذا؟ احدهم قال انا اغويه بالخمر قال لا ليس لك ذلك الثاني قال انا اغويه بالنساء قال لا هذا ما يمكن الثالث قال انا اغويه بالصلاه قال اي هذا ممكن المتدين يغوى عبر الصلاه عبر الصوم ياخذ الغرور ياخذ العجب ياخذ الرياء هناك فاتى ابليس الى باب بيت هذا العابد وجلس عنده واخذ يصلي بس العابد كان يصلي يتعب ينام ابليس ما ينام يوم يومين ثلاثة ايام اقترب منه العابد استصغر نفسه امام هذا الجبل الشامخ في العباده وقال له ما الذي فعلته اللي اصبحت الى هذه إلى هذا الوضع في العباده لم يجبه، مره ثانيه اصر، مره ثالثه قال في الواقع صدر مني ذنب كل ما اتذكر الذنب اتقوى على العباده، ماذا؟ قال فلانه الفاحشه اجلكم الله الفاجره هي التي ذهبت إليها ذات مرة بدرهمين وفعلت معها الفاحشة فهذا أنا تبت إلى الله وبعد ذلك ما أتمكن من أن أنتظر أنا دائما لازم أكون في عبد في حالة الخشوع قال ليس لي درهمان فأعطى له من تحت قدميه أعطى له درهمين هذا العابد إجى بزي عبادته إلى بيت هذه الفاجرة يسأل الناس الناس قالوا أتى العابد ليهديها فطرق عليها الباب، فتحت الباب العابد بالزي قالت ماذا تريد؟ اعطاها درهمين وقال انه انا اجت لكذا، هي استغربت انت العابد المشهور كيف تاتي؟ فانا ما ارضى الا تقول، قال في الواقع القضيه كيت وكيت، قالت ذلك العابد الثاني شيطان شلون انت اغتررت بالشيطان؟ اخرج استغفر الله انما انت مفتتن او مفتون مفتون انت مفتون انت، الله يمتحنك فرجع العابد وماتت من ليلتها هذه المراه فكتب على باب دارها انها امراه مغفوره دخلت الجنه. الناس كانوا يعرفوها استغربوا كيف يمكن هذه تكون امراه تدخل الجنه وهذا تاريخها. فانتظروا ثلاثة أيام أحد ما يروح البيت يشيلها فأوحى الله إلى النبي موسى على نبينا وآله وأفضل الصلاة والسلام اذهب إليها وصل على جنازتها وادفنها فإنها في الجنة هكذا عندما النبي موسى دخل إلى بيتها الناس كلهم التموا وشيعوها لأنها منعت عبدي من أن يعصيني فالشيطان يدخل عبر كل عبر ما يمكن أن يتزحزح به ويمكن أن يسقط من تلك الهوة العالية المرتفعة التي وصل إليها أعاذنا الله من شر إبليس هنا في المناظرة بين اليهود والرسول صلى الله عليه وآله قالوا بأن عيسى أفضل منك يا رسول الله لما؟ لما عيسى أفضل مني؟ قالوا لأن الشياطين في الشام في فلسطين في عقبه في مرتفع من الجبل اتوا ليسقطوا النبي عيسى ويقتلوه جبرائيل اجا بامر الهي فضرب الشياطين فماتوا وهي فضيله طبعا للنبي عيسى ايضا مع ابليس موقف اخر في جبل في الشام ابليس اجا قال انت تحيي الموتى؟ قال نعم تبرؤ الاكمه والابصار؟ قال نعم قال زين القي بنفسك من شاهق هنا فوق الجبل القي بنفسك هاي طريقه يمكن يغتار ويلقي نفسه والشيطان يرتاح منه. يعني يجي من كل السبل يجي ما يترك طريقه. فالنبي عيسى قال انا لا امتحن ربي، العبد لا يمتحن ربه. الله هناك اذن لي فباذن الالهي ابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى. هنا لم ياذن لي لو القي بنفسي هذا راح يكون من قتل الناس لانه الارض تجذبني واموت. وهذا مو باختياري مو بيدي ذاك بيدي لاحظوا الروايات طبعا في القرآن الكريم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون المقصود السلطان على ايمان الناس هو يغوي يرشد ليس اكثر من ذلك وله السلطنه على البشر على ابدانهم النبي صلى الله عليه واله قال نعم كان لعيسى عليه السلام ذلك كان لعيسى ذلك انه الله عز وجل انقذه ولكن لي ما هو افضل من ذاك بما هو موجود في التوراه. قالوا نعم قالت اليهود عيسى خير منك قال ولماذاك ذاك قالوا أن عيسى ابن مريم كان, يوم كان ذات يوم بعقبة بيت المقدس العقبة يعني المرقى الصعب من الجبل المرقى الصعب المكان الصعب لذلك ليلة العقبة أرادوا اغتيال رسول الله لأنه مكان ضيق يمكن بأبسط الأمور بصوت مرتفع هذا الجمل أن يخرج عن حاله ويسقط ويسقط من عليه كان ذات يوم بعقبة بيت المقدس فجاءه الشياطين ليحملوه يحملوه يعني يلقوه يتخلصون منه فأمر الله جبرائيل أن يضرب بجناحك الأيمن وجوه الشياطين وألقهم في النار انتهوا فضرب بأجنحته وجوههم وألقاهم في النار فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هاي قضية صادقة صحيح ولكن لقد اعطيت انا افضل من ذلك. اذا الشياطين لهم تاثير كبير جدا كبير. ولكن لرسول الله يقول ما هو افضل من ذلك، ما الذي لرسول الله؟ قالوا وما هو؟ قال صلى الله عليه واله اقبلت يوم بدر من قتال المشركين، بعد قتال المشركين اقبلت وانا جائع شديد الجوع. فلما وردت المدينه استقبلتني امراه يهوديه. وعلى رأسها جفنة جفنة يعني وعاء يؤكل فيه قدر مثلا وفي الجفنة جدي مشوي الذكر من أولاد المعز هذا يسمى بالجادي يمكن العراقيين يسموه القوزي فالقوزي كانت مشوية وأتت إلى رسول الله وفي كمها شيء من سكر شوية سكر معها فقالت الحمد لله الذي هي كانت تريد تمتحن الرسول صلى الله عليه وآله والقضية هي مفصلة هنا إن جزء من القضية مذكورة قالت إن كان نبيا فلا يأكل الجديل المسمو وإن لم يكن نبيا فارتحنا منه قالت فقالت الحمد لله الذي منحك السلامة وأعطاك الناس والظفر على الأعداء وإني قد كنت نذرت لله نذرا إن أقبلت سالما لا تكذب بس تريد تمتحن الرسول الرسول عفى عنها طبعا بعد ذلك إن أقبلت سالما غانما من غزاة بدر لأذبحن هذا الجدي ولا أشوينه ولا أحملنه إليك لتأكله فقال النبي صلى الله عليه وآله فنزلت عن بغلتي الشهباء بياض يخالطه السواد هذا الأشهب أو بياض يغلبه السواد هذا لون الأشهب يسمون فكانت لرسول الله بغلة شحباء فضربت بيدي الجدي لآكله أخذت الجدي حتى آكله هذا الجدي المطبوخ وإذا بهذا الجدي يستوي على قوائمه هذا المطبوخ ويتكلم بلسان يفهمه رسول الله وتلك المرأة أني مسمون فلا تأكلني الرسول صلى الله عليه وآله يقول هذه القضية مذكورة في توراتكم وهذه القضية أفضل من قضية أن جبرائيل ضرب وجوه الشياطين لم أفضل؟ شنو وجه الأفضلية وقبلوا اليهود بذلك؟ يمكن أن يكون وجه الأفضلية أن إحياء الميت الشياطين في عالم الغيب موجودات جبرائيل في عالم الغيب ملائكة فتلك الشياطين وهذا الملك فصارت قضية بيناتهم ألقاهم في النار ضربهم زين هذا كله ممكن من يؤمن بعالم الغيب يشوف هذا قضية ممكنة معقولة ولكن في هذه الدنيا إذا الشيء مات أن يرجع للحياة هذا يحتاج إلى أذن إلهي وهكذا المطبوخ يجي يبين يعني هذا خلاف الضوابط خلاف ضوابط الدنيا الميت ما يعود الميت ما يعود انتهى انتقل للعالم الآخر إذا النبي عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله قضية أخرى هذا بيد الله أو النبي موسى أحيا ذلك الميت المقتول قال اذبحوا بقرة القضية في سورة البقرة المفصلة قضية خاصة من الله عز وجل ولكن هذا الجاد يجي يتكلم قبل أن يأكل لذلك هذا خروج عن إطار المعهود فلذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله فقال فقالت المرأة هذه اليهودية الحمد لله الذي منحك السلامة وأعطاك النصر والظفر على الأعداء وإني قد كنت نذرت لله نذرا إن أقبلت سالما غانما من غزاة بدر لأذبحن هذا الجد ولا أشوينه ولا أحملنه إليك لتأكله فقال النبي صلى الله عليه وآله فضربت بيدي إلى الجدي لآكله هذا إعادة الروح هذا خلاف كل قوانين العالم هذا العالم لذلك يكون تكون هذه الفضيلة أفضل من فضيلة النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام فاستوى فاستنطق الله الجدية فاستوى على أربع قوائم وقال يا محمد الله الله صحيح. الله صحيح. الله صحيح. الله. لا تأكلني فإني مسموم قالوا اليهود الذين أتوا لمناظرة رسول الله صلى الله عليه وآله صدقت يا محمد اللهم صلى الله محمد هذا خير من ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله هذه خمسة خمسة من الأنبياء عددتوهم وفضائلهم وأنا عددت فضائلي التي ترجح في الكفة على فضائلهم في الميزان هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين